ومتابعة لكل الردود الدولية. نرحب بشبكة مراسلين من واشنطن مراسلتنا أمينة سريري، من باريس مراسلتنا عزة غريبي، ومن لندن مراسلنا جياب أبو صفية، وأيضا من موسكو الزميلة منى أبو دياب. أبدأ من واشنطن مع الزميلة أمينة. كل الأقسام في الإدارة الأمريكية قدموا واجب العزاء، وتحدث الرئيس الأمريكي عن الصديق الحقيقي للولايات المتحدة، فيما أيضا وصفته الخارجية والبنتاغون بأنه الرجل رجل المستقبل الذي أخذ الإمارات العربية المتحدة إلى مرحلة متقدمة ورائدة في العالم. نعم بالفعل روبير، كان بالإمكان الاكتفاء ببرقية تعزية واحدة تعبر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تجاه هذا الفقد الجلل الذي تعيشه دولة الإمارات، لكن حرص كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائبته كامالا هاريس، وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وأيضا وزير الدفاع لويد أوستن على تقديم التعازي كل على حدة، ووصف رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان بأوصاف تدل على تقدير هذه الإدارة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية على اختلاف مشاربها الحزبية بين الديمقراطية والجمهورية، وهذا ما جاء في برقية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي قالت بأن العلاقات المميزة التي وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات جاءت بفضل قيادة الشيخ خليفة، وعلى مر أو على مر تعاقب الإدارات الأمريكية السابقة، وأن خير تكريم لكل هذا هو الحفاظ على هذه العلاقات المتميزة. نفس الأمر قاله وزير الدفاع لويد أوستن وأيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وهذا يدل لربما روبير حرص على إرسال هذه البرقيات كل على حدة على طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات والتعاون في مختلف المجالات تحت قيادة الشيخ خليفة رحمه الله. نتحدث عن مجال اقتصادي كبير جدا، عن مبادلات تجارية بين البلدين تقترب من 30 مليار دولار، ونتحدث هنا عن مبادلات تجارية غير النفطية روبير، عن أن الإمارات تحظى بالحصة الأولى من سوق الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية والمرتبة 20 دوليا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 1000 شركة أمريكية توظف آلاف الأشخاص متواجدين في الإمارات. الجانب الأمني أيضا حاضر، وهذا أشار إليها أيضا وزير الدفاع لويد أوستن، هناك العديد من التعاونات التي جمعت دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية على مر السنوات الماضية وتحت قيادة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان. تمت الإشارة في عدد من المجالات أو العمليات العسكرية التي جمعت البلدين بدءا من حرب الخليج الأولى، كوسوفو، أفغانستان، وأيضا جهود دولة الإمارات في محاربة الإرهاب من خلال التحالف الدولي ضد داعش الذي لعبت فيه دولة الإمارات دورا مهما أيضا، وحتى في جهود السلم والدعم الإنساني آخرها نهاية الحرب أو أطول حروب الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، والجهد الذي بذلته دولة الإمارات في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على إجلاء آلاف الأفغان من أفغانستان. طبعا كل هذا بدا واضحا من رسائل التعازي التي تصدر على التوالي سواء من الإدارة الأمريكية ولا حتى من مسؤولين سابقين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى بعض المشرعين، إذ يحظى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد النهيان ودولة الإمارات بقيادتها بتقديرين كبيرين جدا هنا في الداخل الأمريكي. روبير، أتحول إلى موسكو. منى، الكرملين يبعث أيضا برسائل يصف بأن المرحلة التاريخية التي طبعت مسيرة الشيخ خليفة في رئاسة الإمارات هي مرحلة مبهرة، الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني، والذي أخذ الإمارات إلى أعلى المراكز عالميا.
كيف يمكن أيضا قراءة هذه العلاقة ورسائل التعزية العديدة من روسيا؟ نعم روبير، إنه يوم حزين وخبر صادم وخسارة كبيرة. هذه بعض العبارات التي وردت في رسائل التعزية وبرقيات التعزية التي بادرت موسكو لإرسالها إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا. الرئاسة الروسية وباسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل ببرقيتي تعزية. الرئيس الروسي خص الأولى لولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، والبرقية الثانية وجهت إلى رئيس الحكومة دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد. في البرقيتين أكد وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دور الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، على دوره القوي في تعزيز العلاقة بين البلدين دولة الإمارات وروسيا، ودوره الفعال في توطيد هذه العلاقة وتوطيد أسر الصداقة والتعاون بين البلدين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن للرئيس الراحل دور كبير وأساسي في مرحلة مهمة من تاريخ دولة الإمارات، وليس دوره مهم وليس في دولة الإمارات فحسب، وهو له دور كبير في المنطقة وفي العلاقات الدولية بشكل عام. شدد وأكد الرئيس الروسي بوتين كما ذكرت روبير على الإنجازات الباهرة التي حققتها دولة الإمارات في عهد الرئيس الراحل الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، ومشيدا بذلك بتلك الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على كل الأصعدة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، مما جعلت بالفعل من دولة الإمارات لاعبا أساسيا في المنطقة وفي العالم، وحليفا استراتيجيا تثمن دولة الإمارات تثمن روسيا هذا التحالف وتقدره بشكل كبير، وهو تحالف جسدته، نتذكر في عام 2018 الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان روسيا والإمارات في أبوظبي، شراكة استراتيجية والتي توزعت على عدة بنود تناولت كافة مناحي التعاون في السياسة والاقتصاد والتقني والعلمي والاستثماري. وكان هناك كلنا نتذكر الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2019 إلى العاصمة الإماراتية، وكان هناك أيضا توقيع سلسلة اتفاقيات مهمة، وكان خصص هناك كثير من تلك الاتفاقيات للجانب الاستثماري بين البلدين. في رسالته في رسائل التعزية التي وجهها الرئيس بوتين طلب توجيه تعزية واسعة إلى الشعب الإماراتي باسمه وباسم روسيا إلى الشعب الإماراتي ككل. نعم روبير، وكان هناك أيضا برقية تعزية وجهت الخارجية الإماراتية باسم نائب وزير الخارجية بوغدانوف، التي قال فيها أن لروسيا علاقة وثيقة مع دولة الإمارات، والرئيس الراحل دورا مهم في تعزيز تلك العلاقة. نعم عزة، الرئيس الفرنسي يقول خبر مفجع يصيب العالم أجمع، يتحدث عن الشخصية العالمية في عالم السياسة المرنة، السلام، الثقافة، وبأن الإمارات العربية المتحدة كانت الشريك الأساسي عبر الشيخ خليفة بن زايد في كل هذه الميادين. توالى أيضا برقيات التعزية من الكويدوغسي من الإليزي، وأيضا هنالك مواقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعمق هذه العلاقة التاريخية بين البلدين. وأكثر من ذلك روبير، الآن وصلني في خبر من مصدر في الإليزي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا اتصل بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وقدم تعازيه، ووصف هذا المصدر لي بأن هذه العلاقة التي تربط الرجلين هي علاقة أخوة وصداقة عميقة، وبأن الرئيس الفرنسي أعرب هاتفيا
عرفيا في هذا الاتصال عن تعازيه للشيخ محمد بن زايد وكذلك للعائلة وللشعب الإماراتي، هذا إضافة إلى برقية التعزية التي أشرت إليها روبير والتي وصف فيها ماكرون هذه الوفاة وهذا الفقدان بالخبر المفجع، وقال بأنه يقف إلى جانب الشعب الإماراتي ويقدم تعازيه له. مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضا قدموا تعازيهم للشعب الإماراتي وللقيادة الإماراتية. شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي قال بأن الإمارات كانت في عهد الشيخ خليفة منارة للتنمية المستدامة. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين أيضا قالت بأن الإمارات كانت تحت قيادة الشيخ خليفة منارة للتسامح والانفتاح وبأن إرثه سيستمر. أيضا جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي وهو وزير الثقافة الأسبق قال بأن العالم خسر شخصية محبة للثقافة، وهنا أركز على هذه النقطة روبير لأنه بين البلدين علاقات استراتيجية وشراكة عميقة وهي تمتد إضافة إلى البعد العسكري المعروف، السياسي المعروف والاقتصادي المعروف، تمتد إلى البعد الثقافي. الإمارات فيها الفرع الوحيد لمتحف اللوفر الشهير، الفرع الوحيد خارج فرنسا. الإمارات فيها أيضا جامعة السوربون العريقة فرع لها، والإمارات قد ساهمت في ترميم مسرح ثقافي تاريخي مهم جدا في ضاحية فونتينبلو، الضاحية الباريسية، ولذلك وعرفانا بالجميل فإن فرنسا أطلقت اسم مسرح الشيخ خليفة بن زايد على هذا المكان، وبالتالي العلاقات بين البلدين هي تمتد إلى عدة صعد، والثقافة هي ربما القلب النابض لهذه العلاقة التي ستتواصل. جياب، رئيس الوزراء البريطاني تحدث بأن الشيخ خليفة بن زايد أكثر الشخصيات في العالم الداعمة للاستقرار والسلام، وهو أحد أبرز رواد استقرار المنطقة ومواجهة الحروب والمآسي فيما تتوالى أيضا من مختلف الإدارات في المملكة المتحدة رسائل التعزية. نعم هذا صحيح روبيل، وقبل قليل كانت قد أصدرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بيان تعزية لقيادة وشعب دولة الإمارات بفقدان قائد حكيم كما تصفه الحكومة البريطانية على مستوى وزيرة الخارجية، وأيضا رئيس الوزراء بوريس جونسون والذي نعى فقدان الشيخ خليفة بن زايد وعبر عن حزنه العميق بهذا الفقدان، كما هي أيضا وزيرة الخارجية ليز تراس، وتحدثوا عن دور دولة الإمارات بقيادة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد في استقرار المنطقة وأيضا الازدهار على مستوى العالم، وأيضا هذه العلاقة بين دولة الإمارات التي تعززت أيضا مع المملكة المتحدة في ظل حكم الشيخ خليفة بن زايد. أيضا نستذكر هنا في عام 2013 في إبريل عندما استقبلت المملكة المتحدة في زيارة دولة الشيخ خليفة بن زايد، وكانت في مقدمة مستقبليه ملكة بريطانيا التي تصفه بالصديق في كل مناسبة، والتي أيضا تصفه بالرئيس الحكيم، وأيضا تحدثت أن عن العلاقة الوطيدة التي تجمع المملكة المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الفقدان هو فقدان كبير جدا بالنسبة للمملكة المتحدة، وفقدان لها صديق كان قد عزز العلاقة بين لندن وأبوظبي. شبكة مراسلين من لندن الزميل جياب أبو صفية، من باريس الزميلة عزة غريبي، من موسكو الزميلة منى أبو دياب، ومن واشنطن من العاصمة الأمريكية الزميلة أمينة أسريري.